هي شكل منتخبنا الوطني حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. طيب خلينا بقى نروح لأخبار المنتخبات الإفريقية الأخرى. منتخب زيمبابوي الذي يستعد لملاقات منتخبنا الوطني في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله يوم الجمعة 21 يونيو 2019. هتبقى مباراة الافتتاح منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب زيمبابوي. منتخب زيمبابوي بيستبعد كوتينيو ويضم مهلانجا لقائمة أمم أفريقيا. استبعد المدرب سانداي المدير الفني لمنتخب زيمبابوي اللاعب كوتينيو من القائمة التي تخوض بطولة، طبعا مش كوتينيو بتاع برشلونة عشان تبقوا بس، التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر بعد غدا الجمعة بسبب الإصابة. وده صدر بيان من اتحاد كرة القدم في زيمبابوي لأن القائمة شهدت تعديلا بخروج كوتينيو لاعب فريق عزام التنزاني بعد تعرضه للإصابة. أيضا موسانا قائد زيمبابوي بيقول إن محمد صلاح لاعب مميز ومصر بلد الأمن والأمان. أيضا مدرب منتخب أوغندا سباستيان دي سابر بيقول خروج أوغندا من المجموعات سيكون خيبة أمل. الحقيقة سباستيان دي سابر واحد من المدير الفنيين الكويسين جدا جدا جدا، خدوا بال حضراتكم مباراة منتخب أوغندا لن تكون مباراة سهلة بسبب من سابر عارف منتخب مصر وعارف ايه اللي بيحصل في مصر وعارف طبيعه الكره المصريه. ايضا منتخب اوغندا بيضم 2 لاعبين مصريين وبالتالي اعتقد كل الاوراق مكشوفه بالنسبه لسباستيان دي سابر في مباراه منتخبنا امام اوغندا. عشان كده هو بيقول ان خروجه من دور المجموعات او من دور المجموعات ستكون خيبه امل. مدرب ايضا منتخب زيمبابوي بيقول نبحث عن افضل النتائج امام الفراعنه في مباراه الافتتاح. المدير الفني لأنجولا بيعبر عن سعادته لحسن استقبال المنتخب. عبر ألكسندر يوفيتش أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب أنجولا عن سعادته بحسن استقبال بعثة منتخب أنجولا لدى وصوله أحد فنادق العين السخنة، وحرص على توثيق الاستقبال بتصويره من خلال هاتفه المحمول. ويستعد طبعا منتخب أنجولا لمنافسات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا مصر 2019 التي تنطلق يوم 24 يونيو الجاري. منتخب الموريتاني أيضا بيصل إلى مقر إقامته بالعين السخنة. وصلت مساء اليوم بعثة منتخب موريتانيا المشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن منتخبات المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها باستاد السويس الجديد. كان في استقبال منتخب المرابطون أطفال وشباب السويس المتطوعون بالإضافة لوفد رسمي من محافظة السويس. بالماضي بيفرض نظاما عسكريا على بعثة الجزائر. من الواضح أن جمال بالماضي الحقيقة بيقرأ الصحف وبيشوف إيه اللي بيتقال، لأنه الفترة اللي فاتت كل اللي اتقال عن المنتخب الجزائري ان هو منتخب جيد وعنده مجموعة جيدة من اللاعبين ولكنه لا يملك مدرب ذو خبرة، وبالتالي الكل بيتكلم على جمال بالماضي ان هو يعني مش قوي، ان هو مش قادر يسيطر على المنتخب وعلى النجوم اللي موجودين في المنتخب ده. الصحف الجزائرية نفسها بتقول هذا الكلام، وبالتالي جمال بالماضي واضح جدا ان هو في اخبار ان هو يعني بيشد جامد جدا على لاعبته في المعسكر. بنسون شلونجو لاعب نادي الإسماعيلي ولاعب منتخب ناميبيا بيقول جئنا لتحقيق المفاجأة والمغرب بوابتنا للتأهل. يعني ما اعرفش بس يعني منتخب ناميبيا الحقيقة أنا لم أتابع جيدا منتخب ناميبيا، ما شفتوش في الملعب وعارف عنه كل أخباره وكل حاجة ولكن بتابعتوش. لما نشوفه بقى في المباراة الأولى هنعرف بقى وهنقول لحضراتكم هل من الممكن أنه يحقق مفاجأة ولا لأ. ده كلام شيلونجو لاعب النادي الإسماعيلي ولاعب نادي سموحة السابق ولاعب منتخب ناميبيا. الحماس بيسيطر على لاعبي بوروندي قبل الكان. يعني الحماس بيسيطر على لاعبي بوروندي وعلى لاعبي ناميبيا وعلى كل اللاعبين المشاركين في البعثات الإفريقية القادمة من كل دول أفريقيا أو من 24 دولة أفريقية لمصر عشان يكونوا متواجدين في كأس الأمم الإفريقية. عشان كده الناس كلها
زي ما بقول لحضراتكم عندها حماس، مستنيه تشوف، مستنيه اول مباراه، مستنيه تشوف المستويات. مصر كلها والعالم كله وافريقيا بالكامل تنتظر ماذا سيحدث في كأس الأمم الإفريقية من الناحية الفنية. أساموجيان نجم منتخب غانا بيقول نطمح في اللقب الغائب منذ 37 عام. قلت لحضراتكم قبل البطولة كان هناك كلام كتير جدا على أن هناك بعض الخلافات ما بين المدير الفني كواسي أبيا و أساموجيان، وفي النهاية تغلب أساموجيان على كواسي أبيا وأجبر كواسي أبيا على أن يكون أساموجيان متواجد مع بعثة منتخب غانا، بل ويصبح كابتن الفريق. طبعا هو وجوده لأنه هو الأقدم وبالتالي هو كابتن الفريق، ولكن ما كانش عايزه كواسي أبيا، ما كانش عايزه يكون موجود، ولكن كانت مشاكل وكانت حديث الصحف الغانية قبل البطولة بفترة طويلة الحقيقة. ولكن في النهاية أساموجيان موجود، وأساموجيان من أحد اللاعبين الكبار جدا جدا في غانا. أيضا نبيل درار لاعب المغرب بيقول الوديات لا تعكس مستوانا الحقيقي. فعلا ده كلام حقيقي جدا، أن الوديات ما بتعكس مستوى المنتخبات المختلفة. الرسمي غير الودي، الرسمي دائما بيكون الأمور أصعب، بتكون اللاعبين لو عندهم الثقة في النفس ممكن يعملوا مباراة أفضل كتير جدا جدا من المباراة الودية. عشان كده المنتخب المغربي ابتدى بعض اللاعبين يطلعوا يتكلموا. عارفين ليه؟ لأنه الأسبوع اللي فات أو بعد نهاية مباراتهم الودية الأخيرة الجمهور هاجم لعيبة المغرب، وبالتالي لعيبة المغرب في بعض الخناقات ما بينهم ومن بعض في المعسكر. عشان كده هيرفي رينارد بيحاول ايضا ان هو يظبط معسكر المنتخب المغربي. هي منتخب المغرب من الدول، المغرب من الدول المرشحه لان تكون في نهائي البطوله او على الاقل في المربع الذهبي. قبل يومين بقى من انطلاق بطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019، كوت ديفوار بتدهز زامبيا 4-1. خدوا بالكم لسه زامبيا كسبان المغرب 3-1 او 3-2. يتواجد المنتخب الايفواري ضمن المجموعه الرابعه مع المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا، بينما فشل المنتخب الزامبي في التاهل للبطوله. الكاف بيقول ندرس اقامه امم افريقيا كل 4 اعوام. والله فكره كويسه، يعني ما اعرفش وهنتناقش فيها مع ضيوفنا. فتح انتوني بافو نائب الامين العام للاتحاد الافريقي لكره القدم المجال امام امكانيه اجراء بطوله كاس الامم الافريقيه كل 4 اعوام بدل من اقامتها كل عامين. يعني بيقول ان هو كله بيدرس، ان خلال الفتره القادمه من الممكن جدا ان تكون البطوله كل 4 اعوام. مدرب جنوب افريقيا بيقول اللاعبون لم يصلوا بعد الى اقصى قدراتهم. ده قلنا لحضراتكم ان كل المنتخبات في اولى المباريات بتبقى المباراه الثانيه افضل من المباراه الاولى، والمباراه الثالثه بتبقى افضل من المباراه الثانيه والاولى. طيب دي كانت اخبارنا عن المنتخبات الافريقيه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم عندنا ان شاء الله هيكون كلامنا عن المجموعه الاخيره في مجموعات بطوله كاس الامم الافريقيه. طبعا بتضم هذه المجموعه الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين، 4 منتخبات هنتكلم عنهم النهارده بشكل مفصل. كباتننا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا بعد قليل هيتكلموا عن كل هذه المنتخبات، وهنتكلم ايضا عن المنتخب المصري كالعاده الحقيقه. في البدايه بنتكلم عن المنتخب المصري، وفي النهايه بناخد تشكيل المتوقع من نجومنا اللي هيكونوا متواجدين معانا. النهارده هيكون معانا 3 من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، وايضا النجم الكبير الكابتن فتحي مبروك لاول مره هيكون معايا النهارده على الهواء مباشره. يعني اتشرف الحقيقه بوجود مثل هذا النجم الكبير الكابتن فتحي مبروك لاول مره هيكون معايا. هو الحقيقه ظهر قبل كده اعتقد مع عمر، ولكن لاول مره هيكون معايا فانا برحب بيه على الهواء مباشره. ايضا النجم الكبير الكابتن اسامه حسني هيكونوا معانا ان شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل
هنلتقي بنجومنا الكبار كابتن عادل طعيمة، كابتن فتحي مبروك، كابتن أسامة حسني.